اختتمت فعاليات المناورة رعد خمسة التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة واستمرت المناورة لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيل قوات القوات المسلحة وتضمنت المرحلة الختمية قيام المفارز الميكانيكية والمدرعة بصد وتدمير عناصر الإبرار البحري والجوي المعادي وذلك بمشاركة القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوي والمدفعية وعناصر المهندسين العسكريين وإبرار عناصر القوات الخاصة لسرعة احتلال رأس الشاطئ وتأمينه ضد الهجوم المعادي كما تم تنفيذ عدد من الرميات بالذخيرة الحية لتدمير العناصر المتسللة، وظهر من خلال المناورة المستوى الراقي والاحترافية العالية للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام المكلفين بها، وحضر المرحلة الختامية عدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.